في رحاب المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اختتمت فعالية النسخة الأولى من المشروع الوطني للقراءة الذي انطلق وفق خطة عشرية أولية تبلغ ميزانيتها نصف مليار جنيه لدعم القراءة الإبداعية لدى الشباب. احنا طول الوقت بنحاول نشجع فكرة المعرفة والتعلم، ومن ضمنها ان احنا نرجع مهارة القراءة للأطفال. ياريت الناس تعرف أكتر عن المشروع ده، لأنه مشروع مسابقة بين طلاب المدارس وفي مسابقة موازية بين طلاب الجامعات وبين المعلمين وبين المؤسسات كمان، مؤسسات العمل المجتمعية. فنهاردة في الطالب المثقف ده اللي هو اللي هيكسب الجائزة، مجموعة من الطلاب، جوائز قيمة جدا، جزء منها جوائز مادية وجزء الأهم رحلات للطلبة اللي بيفوزوا لمكتبات العالم، وده شيء تنويري في منتهى الجمال. مشروع له أربعة أبعاد. البعد الأول يخص طلبة المدارس وهي جائزة الطالب المثقف، والبعد الثاني هو الطالب الماسي وتخص طلاب الجامعات، وأيضا المعلم المثقف وتخص جميع مدرسي قطاع الميدان التربوي المدرسي، وختاما المؤسسة التنويرية وهي كل المؤسسات المجتمعية والمدنية والجامعية وأيضا المدارس. 3.5 مليون قارئ شاركوا في النسخة الأولى، نجح 40 منهم في الوصول لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع الذي نجح في تحقيق نسب مشاركات قياسية على مستوى المدارس والجامعات والمعاهد المختلفة. المنافسة في قراءة 30 كتاب مناسبة للمستوى العمري والمستوى الثقافي، فمن غير المنطقي أن طالب الصف الأول أو الرابع الابتدائي مثلا كما أطالب الطالب الجامعي. تتعدد المجالات كلما ارتفع المستوى العمري. الجميع يعمل طبقا لمعايير واحدة تقيس مدى استيعاب القارئ لما قرأه، مدى فهمه، مدى قدرته على النقد والإبداع بحرية وشفافية مطلقة. مشروع تنافسي يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الإبداعية الناقدة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، تعمل على تعزيز ريادة مصر الثقافية. علي عامر، MBC مصر.